في حضرة من أهوى عبثت في الأصوات، في حضرة من أهوى عبثت في الأصوات، حدقت بلا وجه ورخصت بلا صوت، وزحلت براياتي وطبول الآفاق، عشقي يفني عشقي وفناء استغراق، مملوكك لكني سلطان العشاق. فيتوني. اهلا بكم جميعا وأسعدتم مساء، وها نحن نواصل المسيره ونحن الان في المسيره الثامنه من ليالي الهيئه المصريه العامه للكتاب، والحقيقه الشكر موصول لشاعرنا الكبير الاستاذ احمد الشهاوي على اصراره على ان يصل ما كان مقطوعا، وان يحاول ان يبتعث هذه القاعه من جديد، وانا اتوقع انه باذن الله بعد شهر رمضان الكريم وخصوصيه تلك الايام التي يحاول فيها الناس ان يعودوا دائما الى العباده، اظن انه بعد شهر رمضان سوف يكون هناك حضور اكثر ان شاء الله. شاعرنا الذي نخاطبه هو شاعر وروائي ومسرحي وكاتب ادب اطفال وخبير تعليم الكتروني وكاتب مقالات من طراز رفيع ايضا، وهو قام الحقيقه بالنشر في العديد من الدوريات المصريه والعربيه المتخصصه، الاهرام، العربي، الخليج، الحياه، الثقافه الجديده، لغه العصر، الدوحه القطريه، البحرين الثقافيه، تراث وما الى ذلك. له خبرات متعدده سواء في التدقيق اللغوي او تاسيس الصفحات المتخصصه، وحاصل على العديد من الشهادات الاكاديميه في تكنولوجيا التعليم ومهارات التواصل والتفاعل الرقمي، وحصل على العديد من الدورات في تلك المجالات. وهو عضو اتحاد كتاب مصر، وعضو نادي القصه، وعضو الاتيليه، والاتحاد الدولي للغه العربيه. ومن اعماله المسرحيه زمن الحصار، القرار، القلعه والعصفور، لمسة البعث، مسرحية شعرية، بطل الغروب، الذئب التائه، ومن أعماله في أدب الأطفال قصة الحذاء الأحمر، وله رواية بعنوان تلك القرى، ومجموعة قصصية بعنوان الصقر والصليب. وله من شعري الذي سوف نستمع إليه بكل تأكيد ديوانان: الحب للميدان، وغرب الحب بالميت. صوتي بريد، صوتي بريد لمن غابوا وما خطرت، سري وخطير أن تفتح صندوقا مخبوءا ملعون، أن تحرس ذئبا مجروحا مظهور، سري وخطير أن تحجب أفخاخ البصاصين العساسين القوادين أفراخ النور، أن يلد الحكم الفرق الرعب الجوع الزيف الحلم المقهور، أن ينصت شعب للأخرس ويقبل رجل الأبرص في شغف وحبور، سري وخطير أن ينسى شيخ فلذته سقطت في الجب المصقور، أن يشهد منتهك مكسور العينين أن الرب تجلى في الولد الملهم كي يصبح رازقنا المشكور، الشاعر الكبير والمسرحي الأستاذ أحمد سراج. مساء الشعر في ليلة تثبت دائما أو نثبت دائما فيها أن الشعر غريب لأنه حقيقي لا عودة. غني يا ربة الشعر للغضب النبيل، افتتاحية الإلياذة، أول سطر شعري. غني يا ربة الشعر للرجل أوديسوس الذي حكمت عليه الآلهة لذكائه بأن لا يعود إلى زوجته بالنوب 10 سنوات، فهل كان هذا مجرى أم أن رواية أخرى لا
احترت واخفيت. قصيدته ما عوده بيننا ان يرد العظيم من رسائل اوديسيوس التي لم تحملها الطيور. اجلسي قرب نافذتي واجعلي شعرك الذهبي ضفافا وافياء، وانسجي ثوب ضمتنا الاولى نظره نظره، همسه همسه، قبله قبله، واطلبي ان ارى سؤلي، فانا غائر في حنيني، وانا هارب من قتلى وجراح، وانا باحث عن جواب. لي سؤال وحيد، لما كان الخراب العميق؟ موجعات عيون العذارى وهن يسائلن شيخا كليما، واين فتانا؟ اين الحبيب؟ وما من جواب غير هروب كسيح. اما عاد سافر كثيرا، ولا بيت لي غير عينيك، بئر نجاة وحضنا وسيعا ومرسا خير. سافر كثيرا، سافر كثيرا، فدموع الفراق التي من عيون العذارى، من ضلوع الأيام، من قلوب الثكالى، تقطع ندربي وتقذف نبي في لهيب الغرور الجحيم. موغلا في محبتنا أضرب الغيمة على الجواب يكون، موغلا في حنيني لطفل رأيناه حلما في ضمة نشوى ليلي يغترفان كؤوس اللقاء الجميل. بينما كان قبل البداية حتى فحيح الخراب يثور السؤال، يثور النزيف، أما زال موج الغياب يلطم وجه النساء؟ وكيف الحبيبات يجرعن مر الفراق؟ وأين انتصار وهذه الدموع تسد العيون؟ صاحبي هل أعود بموتك أو لا أكون؟ هل نجا؟ سؤال يجوب على جثث الهالكين، إلى أن يراني فيرتد لعل لعل لعل. بيننا أن يرد العظيم، أكانت لزاما حروب القرابين؟ كم غصة ستحوم على الشهداء، وكم نكبة نرتدي لأمة الحرب دون شعاع، وكم كبوة سنميت الصديق فيحيى العدو. أعرف الدرب لكن أخاف متى تقل، يبني النجم دربي وأمضي بلا هديه. موجع خنجر التيه عن بلد لا يتوب، عن امرأة أرتدي عطرها حارسا ودليلا، أشتهي حضنها جنة وخلودا. للغياب عقارب لم ترحم أحدا، زفرة ردت والحنين مواقيتنا، وانتظاري بلاس لا يرد العظيم علي، لا يرد العظيم علي. فكيف أعود؟ كم شهيد أدوس، وكم قعيد أجوس، وكم دم. اعتراف مكرر ومتأخر، عندها تنتهي، فالسماء بلا ماء والبحر على حاله الثكلى، والطريق بلا أثر للرجوع، والنهايات كما شاءت وستدرك أنك للفتى أن يحلم حتى يشيخ، للفارس أن يرفع السيف بلا معركة، للجماهير أن تملأ الشاشة، للكاهن تأويل الشهداء لصوصا وهلكا. لي رؤيا
فأدفن الآتي ماض الآن أحباب. وهتفنا نحن الفرسان الأصلاء المنصورون، وتصدقنا بالدرع وبالسيف وبالموتى، وتبادلنا في طهر الأطفال ألوية النصر. وعلى مذبح النادمين أسائل من أصحاب إمامي عن أصحاب إمام المصلوب على راية أهله، عن ليلى، عن صوت لا يخدع أهله. لا شيء سوى الحب الميت، لا شيء سوى العراف الموت. إن الفرسان تباروا في حرم السلطان المطعون، من باع، من ناح، من غالى. وفيالقنا وهبت لمماليك الخصيان بلا ذكر، للثكلى وللشهداء ولأعوام الأحزان وأرض الجوع. والحلوة ما زالت حمقاء تشهد أن الأبناء، أن الأبناء الفرسان الأطهار. ليلى نامي فوق الطرقات، نادي الغجر الهمج التتر الخصيان الخونة، نامي تحته نحن الغجر الهمج التتر الخصيان الخونة. حسينا يندب كل الفرسان يبكون، أكانوا أمام طحين الدروع لقاء خزلوه ليبكوا، ولتخفي أيديهم إذ ترفع أكياس الفضة. حسين سترجف كل الطرقات، حسين سترجف كل الطرقات. شكرا. شكرا للشاعر صديق، وهو نموذج في الحقيقة أستاذ أحمد سراج، نموذج للمثقف العضوي، ويشارك بفاعلية كبيرة وحيوية وإيجابية في صنع معاني عديدة في الحياة الصحفية المصرية. الفراشة لا تغضب إذا طاردها الأطفال، وألقوا حول جناحيها شباكا معقودة في أطراف عصا. ترمقهم الفراشات بنظرة شفوق، ثم تلقي عليهم ظلالا من الألوان وابتسامة حزن، ثم تمضي نحو الزهور. الفراشة تعرف أن جمالها أكبر من قدرة الأطفال على تحمل المهام، وتعرف أن كراريس الصغار تطوح إلى حبس ألوانها بين أوراقهم النحيلة. الصغار آنذاك يظنون أنهم كبار، لأنهم يسجنون اللون بين سطور السود المشخبطة بأقلام الرصاص. يفرحون ويرقدون إلى أمهاتهم ليكسرن أكواب الحليب، فالكبار لا يشربون الحليب. الأبيات للشاعرة الكبيرة فاطمة نعود، وهي شاعرة وصحفية ومهندسة وكاتبة مصرية تنشر مقالاتها وقصائدها داخل وخارج مصر. ترجمت قصائدها إلى العديد من اللغات، مثلت مصر في العديد من المهرجانات الشعرية في باريس والرجين وكاليفورنيا والصين وسويسرا وأسبانيا ومعظم الدول العربية. من أعمالها الشعرية نخرة إصبع على بعد سنتيمتر واحد من الأرض، قطاع طولي في الذاكرة فوق كف امرأة، اسمي ليس صعبا، صانع الفرح. وهي عضوة أيضا في العديد من الجمعيات الأدبية، اتحاد الكتاب والأتيدي واتحاد نساء مصر، بالإضافة إلى نقابة المهندسين المصرية بالطبع ودار الإبداع المصري. حصل ديوانها الخامس قارورة الصمغ على الجائزة الأولى في مسابقة الشعر العربي في هونج كونج عام 2006، وترجمت قصائده إلى الإنجليزية والصينية الشاعرة الكبيرة فاطمة نعود. صديق الشاعر الكبير أستاذ أحمد الشناوي على يعني جميل ما يصنع من أجل الحراك الشعري في مصر، بجد جهد محترم وراق يليق بقامته الشعرية الكبيرة. أشكرك جدا أستاذ أحمد. ندى، لا أحد يحصي دموع الوردة في الليل، الورود تبكي دون أن يلمحها أحد، وفي النهار
يظل العابرون دموعها ندى الصبح فيبتسمون. الفراشة. الفراشة لا تغضب إذا تعرضها الأطفال وألقوا حول جناحيها شباكا معقودة من أطراف عصا. ترمقهم الفراشات بنظرة شفوق ثم تلقي عليهم ظلالا من الألوان وابتسامة حزنا ثم تمضي نحو الظهور. الفراشة تعرف أن جمالها أكبر من قدرة الأطفال على تحمل البهاء، وتعرف أن كراريس الصغار تتوق إلى حبس ألوانها بين أوراقهم النحيلة. الصغار آنذاك يظنون أنهم كبار لأنهم يسكنون اللون بين السطور السود المشخبطة بأقلام الرصاص. يفرحون ويركضون إلى أمهاتهم ليكسرن أكواب الحليب، فالكبار لا يشربون الحليب. باني لو. أنا باني لو، وحيدة منذ ظهور أنتظر. أسامر الليل ساهرة على نول النسيج، أغزل ثوب العرس خيطا فخيطا في انتظار الذي لا يأتي. وعند النهار أفض ما نسكت في ليلي. تمزقت خيوط وتصدع أظافر وذبلت عينان. وهذا عريس البعيد لا يأتي. في النهار أوزع ابتساماتي على الخطاب الواقفين من النهر إلى النحر، وصبري مغلق على الحلم البعيد. وحين يهبط المساء حزينا على قلبي أنكفئ على نولي لأبدأ غزلي. الليلة نحلت خيوطي كلها والتكاكين موصدة والباعة والجارات والناس نيام، فلا أحد منهم ينتظر عوليس. عند الفجر أذهب إلى تاجر الخيوط عند الناصية، أقايضه شيئا من قناطير الصبر في بيتي مقابل 3 بكرات حمراء وبيضاء وسوداء على رفوف دكانه. منذ 10 سنوات لم أنم، فتمنوا لي الآن أحلاما تحملها ملائكة وعصافير وتحمل أنفاس عوليس. العصافير لا يملكها أحد. الأمهات مشغولات هذا الصباح. الأمهات الصغيرات اللواتي قصصن جدائلهن لكي يغزلن من خيوطها وسائد تحتضن رؤوس صغار أجهدها الخيش الخشن والظلام. صغار أطلقوا الصرخة الأولى خلف قضبان قاسية لا تعبأ بالفصول ولا تسمح لهديل الحمام أن يخترق الزنازين، وتغضب إن داعبت نسمات الليل قصورات حزينة أرهقها الجفاف والتعب. هي القضبان التي لا تفتح مزاليجها الصادئة لشمس أو لقمر. قضبان تقضي شيخوختها في تعذيب نوافذ السجون الضيقة بعدما أخفق حديدها في أن يكون أرجوحة في حديقة تضم عاشقا وحبيبته وحفنة من الأطفال يجربون الفرح. الأمهات الصغيرات اللواتي نسينا الفرح ونساهن الفرح مشغولات هذا الصباح بجمع الزهور الشحيحة التي بالكاد تنمو على ضفاف الجدب الموحش كي يدلن إكليلا
أبيض لهامة السيدة الجميلة التي صنعت من قلبها عشاً يحمي أحلام العصافير، ومزقت ذيل فستانها لتنسج ضماضات للأجنحة الصغيرة التي تكسرت على جدران العنبر، ثم مدت كفها البيضاء ليلتقط الطير الجائع من راحتها حبوب القمح وفتافيت السكر. شكرا. شكرا للشاعرة الكبيرة أستاذة فاطمة العود. وشاعرنا يقول في نص له بعنوان ملائكة الظل: في لحظة الإشراق في نهاية العرض، وأنتم تتصفحون وجوه الجمهور، الجمهور الذي احمرت أيديه ناعمة من التصفيق، التصفيق يا لها من مهنة بالغة التفاهة، سيشفع لغيابنا أننا كنا موجودين هناك، لم نفوت دقيقة واحدة في البروفات، نضبط لكم الإيقاع ونطرأ عنكم الملل اليوم. ولسنا من المصفقين أمامكم بالفعل، لكننا موجودون، نحن هنا في الكواليس خلفكم، نبتسم كالأمهات والدمع يبلل أحداقنا، ونتأهب للعرض القادم مع يائسين آخرين. شاعر محمد المطيب هو الحقيقة يصر على أن يكون زاهدا في تقديم نفسه عبر السي في، لكن هو بالطبع من الشعراء أصحاب الأصوات المتميزة، وهو حاصل على جائزة عفيفي مطر أحد دواوين المتميزة أيضا، أظن لا تفتح الباب يا فاطمة، وهو من الأصوات الجنوبية الواعدة، يشارك في العديد حقيقة من المهرجانات الشعرية خارج وداخل مصر، الشاعر محمد المطيب. ورطة. الورطة كلها أنك جئت في الزمن المتأخر، وأنا أحزم حقائبي، وفاتني أن أضعف أمام جمالك. جئت وكانت ريح الشمال أرق، وجاذبية الجنوب أطغى، وكنت متلفا وجريحا، عيناك مصرفتان في الوعود، فمك فصيح في القبل، وأنت شهية ولعوب كالثورة، عيناي خابيتان، فمي يغمغم ويعوي، وأنا بريء من الأمس والغد. لو كنت ابنة اللحظة، لو كنت القابض على جمرتها، لو تخفف النشيد من رتابة الإيقاع، ربما اتحدت ضفتان، ربما انحرف القطار عن قضيب الملل، ربما نبتت في صدري ذراع ثالثة وسميتها ربابة، لكنها الورطة، ورطة أنك جئت في الزمن المتأخر، وأنا أحزم حقائبي، وفاتني أن أضعف أمام جمالك. عندما التحقت بكلية الصيدلة في جامعة أسيوط 2011 تقريبا، التقيت بصديق من النوبة اسمه مؤمن عصام، كان قد سبقنا للجامعة. مؤمن هذا كان اشتراكيا، تعلمنا على يديه، ومن سننا من جيل تعلمنا على يديه معاني اليسار والعمال والعلمانية، كل هذه المفاهيم كانت غريبة عن القرويين. في 2017 في عيد ميلادي 27 كان مع مجموعة من أصدقائنا على ترعة الإبراهيمية في أسيوط، انحنى ليشرب فوقع في عيد ميلادي، كتبت إليها الغزال ذو القميص الأحمر: هل أتاكم نبأ غزال شريد راح ليشرب فوقع أسيرا في قبضة النبع؟ الغزال ذو القميص الأحمر: ولعل فتاة من الموج قالت له ذات ليل بهي كهذا: أحبك.
ولعل فتاة من الموج قالت له ذات ليل بهي أحبك، قال وتجرين خلفي؟ فقالت وأجري معك. صاحبي خارج من أتون الخسارة ينفض عن قلبه كدمات السنين وخذلان من فارقوه، أسمرا ورضيئا سريع الخطى يحمل التابلت الأسود، الوجع العذب، قنينة العرق المتساقط من جبهة الأجراء، ويحمل علبته السوبر الكاملة. في الطريق يحيي صديقا قديما بسيجارة ويطيل الوقوف كعادته والحديث عن الفئة العاملة، فيقاطعه الصاحب الثورجي القديم وماذا عن الدولة العاطلة، فيجيب وقد لا يجيب وقد يسبق الموت بالطرقة القاتلة. كان يجلس بيني وبين الرفاق يحدق في مقعد فارغ، ثم يضحك ثم يسائلني كم سيمضي لتنضم للحزب يا صاحبي؟ ربما يصبح الحزب حين تجيء معي موعدا عاطفيا وتضحي مظاهرة وردة راقصة. قلت أؤمن بالشعر يا صاحبي والطريق الطويل وبالخطوة الناقصة. مؤمن مؤمن بالذي ليس يأتي ويؤوي بغرفته ثورات ومعتقلين، صناديق حلوى لكل الذين ابتلوا بالمرارة أو سمة في الضياع الشهي، فناجين خاوية ودموعا مؤجلة ورؤى لا يروق تسربها وجهة النظر السلطوية. يتسلل من بيننا كافرا بالذي قيل عن زمن يائس والذي قيل عن بلد يابس، ويغلق بالليل أزرار معطفه في مهب الفجر، أسود ليلنا أسود والصباحات قاسية، فمتى يا صديقي سيطلع فينا قمر؟ ومتى يا صديقي ستفلت أعشاشنا من كمين القدر؟ عد هلالا جريحا، صباحا كسيحا، جوادا طريحا، ولا تبتعد غامضا أو صريحا، ولا تبتعد قاتلا أو مسيحا، ولا تبتعد عد على أي حال، ولا تنتظر في العراء طويلا، ولا تتقد مرة ثانية، عد لتقترب اللحظة النائية وتجلى علينا إذا أنكرتنا الدروب، تجلى على هيئة البوصلة وتجلى على مصحف مزقته التآويل يا صاحبي، فتجلى على هيئة البسملة. ذات صبح بعيد رأيتك تعدو على الجسر، جسر من الشوك يمتد بين الحقيقة والوهم، رأسك مزدحم بالتفاصيل، عيناك صامدتان وكفاك قابضتان، وصدرك منحدر السيل محتشد باليمام، وشعرك مفتتح الليل غابة، وصوتك ريح صبا ونحيب ربابة. فعد يا صديقي أصلي عليك الطريق الطويل، تصلي عليك صفوف الغلابة. شكرا. شكرا للشاعر الصديق محمد المتيم. قد عودته الى ان يقول نصا اخر، لكنه كعادة الشعراء يزهدون في تقديم انفسهم. شاعرنا له اكثر من عمل، لكني اوسر ان اقدمه اولا بشعري اه اول الاحلام. فاكرك فاكر طفوله نهد متعافي والجسر فارد طوله ومسامح، فاكرك كاني لسه ما كبرتش والرب مادت الف ايد صفصاف وبيحنن ضروع الغيط، فاكرك طلوق واضح بتخض وبتدهش، فاكرك كانك لسه ما كدبتش يا اول الاحلام يا اصعب الاحزان. شاعرنا هو شاعر روائي وكاتب كبير وصحفي بالاهرام، بيعمل حاليا مديرا لتحرير جريده الاهرام المصريه، وعمل ايضا جريده الوطن المصريه، وهو عضو مجلس تحرير المصري اليوم. كتب مئات المقالات في العديد من الصحف، وله ديوان بعنوان شجر المخلوع، ومن اعماله الروائيه ايضا قصيده اسمها ماشي بدون ضلي. على القهوه قاعد زي صمت قديم، النار بترعى في تلج ايامك،
لا بتنطفي روحك ولا بيخلص بياض الموت. من لحظة عدت بنت قدامك شكل البداية وريحة الصفصاف، فستانها طيب زي حزن الناي. من لحظة كان كرباج على ظهرك بيشق قلبك عصفورين، كان الرغيف اللي في ايديك بيحن يتفتفت سبى الوعدان، كان الرصيف منظرة وكتاب. من لحظة راحت عليك، راحت على البنت اللي بتحبك، راحت على الكرسي اللي بتحبه وزهروا الصورة في البرواز. حاسب وقول، خد حتى صمتك من هنا وامشي، ما تسيبش حزنك في المكان سرطان بزاز. ومشيت بدون ضلي، العفرة أقرب للحنك بالصوت، والدنيا مهرة عجوزة كركوبة ماشية بتتصابة. يا قشر لب بيشغي على الكورنيش، الناس بتكتر واللقى بيقل، ريحة عطل بتهل وانا زي تفل الشاي ماشي بدون ضلي. في دماغي ساقية ودايرة على الفاضي، في أراضي بايرة ورمل يشبهني، ظهري خشب مبلول وفي قلبي طير ملعون عازب وراجع من العراق مديون. والحدايات على السطح بتكاكي وبتحدف الايام على السلم، ماشي بدون ضلي. والميكروباص متعبي على الاخر ببواقي ناس مجروحه وبتجرح، الميكروباص متعبي على الاخر ببواقي ناس مجروحه وبتجرح. قصائص صفيح مطلوقه في الشارع، تايهه بتتخبط، فرحانه بتعيط، وعينيها بتسقط دموع كراكيب، يا دموع غفيرة قدرها متشخبط على حيطة مايلة في حي عشوائي. أنا ضل زاد في الزحمة وتعريت، شايل الحليب على القهوة قاعد زي أيامي. من لحظة عدت بنت قدامي لابسة الوجع على العض، في عينيها ضحكة قديمة متهانة، والشعر بحر تراب ومتبعتر، شفايفها لوزة قطن دبلانة، والضبع ضل مخيف في خطوتها بتغذي بالبكشيش، والجرسونات بيلموا غلتها وبيدفوا لها تعيش. قصيدة اسمها من تاني. من تاني صدقتك ومشيت اصيح زي ديك مصعوب، يا متعبين يا اي بير مهجور، يا طيور جريحه بدون وجع، الدنيا اجمل من صبايا الحور. من تاني صدقتك وصحيت على الكوابيس، سخاب مطر فاسد تحلق ضرير ممسوخ، فطر احتكم شد العصاره من الجذور. من تاني بسرق شمعة الطاقة، من تاني بعشق شهقة الموال، بغسل كفور المنابر وقبة الدجال، من تاني بنزل سلم الروح الإزاز، جسدي على كتفي خلايا ميتة متكلفتة براي الطابور الصبح، والنمل طالع سقالات الدم، وسمعت صوت أعلى من صمت قبر قديم. من تاني صدقتك ورجعت انبح زي كلب ضرير. المتاية مفكرني بصديقي اللي مات وهو يمكن في نفس السن، خليل منظور. كان اكثرنا ذكاء واكثرنا ايمانا بالعلم، دخل كلية العلوم وتخرج من العلوم. وخليل ده ما قراش في حياته غير كتاب واحد، شخصية مصر الجمال حتان. يعني كان وقع في غرامه، لأنه هو كان علوم قسم جيولوجيا، فوقع في غرام جمال حتان بشكل مسهل. وبعدين سافر راح اليمن، ما اعرفش ليه اشمعنى اليمن ايامها يعني،
وبعد حوالي سنتين من الغربة توفاه الله هناك، ما عرفناش هو ازاي توفى. خليل كان عاشق للزراعة وعاشق للجيولوجيا، وكان عنده حلم كبير جدا يبقى حاجة كبيرة في البلد يعني. نايم وفاتح غرفة الشباك لآخر الليل يشبهك ولا طبلة الأحزان، مقفولة عينك على عطش للناس، صاحي أذان الفجر بيهزك كأنك صبح بتجرجر وراك الصبح. وأقول لك خف أحمالك، أقول لك خف أحمالك، تسيب المية على الفدان وتسألني منك غريب عني، ممسوخة فيه الصور ولا النظر مقلوب؟ لا يا ولد، مقصوبة عيني على الشجر منهوب، كأن جناحه متشعلق في طير مذبوح. تقول لي خف أحمالك، أشيل الأرض عن كتفك ونتصافى. نايم وساحب طلعة الموال، والنيل عجوز محني على طبلة ماشي في البلد جوال. ده التقويس من عندي في الحد ده. والنيل عجوز محني على طبلة ماشي في البلد جوال، والزرع واخد عن ندى وإيديك، وفي كل بيت سايب وراك نظرة، سايب ورق سايب مع النظرة توت الشفايف طاب على جمرة. ليه يا ولد فازز على الأحمال، قافز على سنك، سارح وساحب طلعت الموال؟ طب ليه ما بتكملش؟ عائد ملامحك على الكتاب والغيط، عائد ملامحك على الكتاب والغيط. ايه اللي عجبك في السبل والطين يا ابو قلبي نازف في الصحارى خضار؟ والنيل عجوز محني على طبلة ماشي في البلد ينعيك، ماشي انا في قدمك، ماشي ورا نعشك، وانا لسه توب ابيض في الظل بتكعبل، تسندني ايدك في الزحام انهض، واحفن بكفي من التراب خطوة ادم غايب. نايم وسايب طلعة الموال متشردة بدمي، ابكوا على حالكم يلي نداكم طار، وحمامكم من بعد ما سكن البناني طار. ده انا كنت في لما ولي مقدار، نده غراب البين شحطت لمتي مني، وصبحت ببكي من الغربة وخل الدار. قصيدة اسمها واحد صاحبي. البنت اللي استمناها سنين، البنت اللي استناها سنين، البنت اللي استناها سنين واتمناها زي ما تتمنى الأم ضناها يهل عليها بعد الجيبة. البنت اللي استناها سنين واتمناها زي ما تتمنى الأم ضناها يهل عليها بعد الجيبة. البنت اللي تهجاها إحساس وملامح وشقاوة وتنهيد. البنت اللي بتشبه دلية عنقيد ومساحة ظل، بلكونة في بيت تهنين الطفل. البنت اللي عزفها في وحدة لياليه أشجار وخيول، ونيال سهرانة في مواويل، ومراول تشرب عطش الروح وتميل على الجار تسقيل. البنت اللي رسمها خصوبة ودهشة وتلويح مناديل، وتلون عزفه ورسمه بأحوال الدم لما يفور من الهم، وما يغور من الروح ويستف أطراف الجسم برمل وتلميل، وما يفيض من نم العين ملغية وتسبيل، حنية وراحة بال. البنت اللي استنسخها خيال من أطيب حتة في روحه، كان حاسس إنه هيلقاها حقيقة متصانة أكيد في مكان هيصادف يوم ويروحه. البنت اللي وصفها لكل أصحابه من رجة نهبينها في مشيتها للبحة في صوتها، وإزاي في الحزن بتتجبر على روحها وتجامل أيامها بضحكة حنونة بعد ما تمسح دمعتها.
البنت اللي استناها سنين وما جاتش ونساها سنين بعد ما هدوا اليأس، كان شارد مرة في حاله لاضم خيطه في إبرة مصدية وبيغزل لعياله أيام تتعاش. البنت اللي ما جاتش سنين حتى في منامه، هي بعينها اندلعت قدامه شكل وروح ضل ونور، فجأة ساعتها الدنيا عليه وفي لحظة روح بصت في عينيه وقالت له بحبك. كانت أحلامه اختلفت، أفراحه وأحزانه اتمسخت، رسومه اتمسحت من كشاكيل أيامه، وتعود يتخض، اتعود يتخض من البنت اللي انشقت عنها الأرض وقالت له بحبك. شكرا للشاعر والكاتب الكبير الأستاذ محمد البرفوسي. شاعرنا حقيقة يعني كالآخرين وشاعر وصحفي ومطر زراري، عمل في جريدة الدستور اليومية وجريدة الصباح اليومية، الموقع الإلكتروني أيضا لجريدة الصباح، جريدة المشهد الأسبوعية، كان مسؤولا لقسم الديسك في موقع العربية نيوز، ومسؤولا للنشر ونائب رئيس تحرير البوابة الإخبارية. الحقيقة بالطبع هو يعني أحد صائلي الجوائز، حصل على المركز الأول في مسابقات الشعر العربي جامعة كفر الشيخ، وجائزة مجلة دبي الثقافية للإبداع عام 2013، وجائزة السفير السعودي الشاعر حسن عبد الله القرشي أيضا عام 2015، وشارك في العديد من المؤتمرات الأدبية والفعاليات الشعرية داخل وخارج مصر. ومن أعماله الشعرية ثم لم يأتنا الماء، وعاريا من ضعفه ورتابة الإنشاء، وممالك بين اللحم والعظام، وله أيضا العديد من الدواوين. طيب النشر شاعر محمد هشام، والحقيقة هو من أحد يعني هو أحد الأصوات العذبة في قصيدة التفعيلة، دعوني أقرأ لكم شيئا من شعره. مهما صبيتي لي لن أصدر، رأسي صار صفيحا صادئا وخيالي أكثر من عادي، لا تتغني بالحكمة أو تنتقد الهولة فالمدران لها آذان، مهما مررت يديك على شعري لن تهدأ ثيران تتصارع في الجمجمة، الماكينات تدور احترسي، الماكينات تدور احترسي أن يشتبك قميصك في هذا الترس، الماكينات تدور تماما مثلي وأنا أتقافز بين الأرصفة، أصيب ركلكات المحتالين وأرقد في غمرات الحب، أصيح من النشوة لا شيء يخلصني حتى عينيك تأتمت أحكمت العقدة وانشد، أحكمت العقدة وانشد وصاقي والأطراف تخون ليكن ما يكون. الشاعر محمد هشام. السلام عليكم. شكرا استاذ، كل سنه وحضراتكم طيبين. خبيئة أحفر في الشارع، أحفر خلف البيت، وأحفر تحت سريري. القصة بدأت من 7 أعوام حين دببت يدي في أحشائك وطردت بكفي صوتك، وتركت الجثة خرساء، ركضت وركضوا خلفي، صوتك في جيبي، راوغت الحراسة، خشيت من الوثبة أن يسقط مني ويضيع،
حفرت ولا أذكر أين، وخبأت الكنز المبتل بدمه وفررت. وها أنا ذا بعد سنين سبع أتمزق، ويدور المنشار الآلي بصدري يعمل في لحمي، أحفر في كل مكان. لابد وأن الصوت نما وتجذر في التربة، أينع باللألاء الأحمر وتطوع. لابد وأن الصوت يغني الآن أحبك يا رجلي، لابد وأن الصوت امتزج بطينته وامتدت أنسجة في بطن الأرض، فتلتئم الحنجرة ويتكون قلب وضبوع رئتان كأنهما مدفأتان، تفور سيالات الحرية في الأعصاب فتتمدد ساقان عمود ضوء. في الأعلى يختمر الوجه رخاما مقدودا من جبل ذهبي. لابد وأن الصوت اكتمل الآن وصار أنيقا في رقدته، لكن أين؟ كسرت بلاطات البيت، نزعت الرمل، نبشت الجدران، وأخرجت خراطيم الأسلاك، ولا شيء. ألا أحفر في روحي، لكني لا أقوى، لا أحتمل ثقوبا أخرى. شيء في صدري، شيء في رأسي يدفعني، يجعلني أمشي نحو المطبخ، أستل السكينة وأطعنني، أصرخ، تهتز الأطباق من الآهة. ما هذا؟ لست أصدق أذني. هنالك من يتكلم في داخلي، يدندن، أمتشق الإبرة والخيط وأغلق حتى أحبس صوتك فيا، أسير به، آكل وأنام وأفرح. ما هذا؟ أتعجب، توجد أغصان تنبت في ساقي وفخذي إلى بطني رأسي وذراعي، أنا أتحول شجرة. حديث لاثنين من أبناء آدم. تقول له أعطني من نقودك بضع جنيهات. الليل يزحف في جسدي كالحديد ولا أجد القوت. لي إخوة ضعفاء ينامون دون غطاء، وما كاد يخرج من جيبه المال حتى استقرت على شفتيها المشققتين ابتسامة نصر، وصار يحدق أي لباس من المكر تلبسه. كيف للطين أن يتكاثر مثل الجراد على وجهها؟ يا ترى أي وحل هوت فيه تلك الأصابع في قدميها المصبغتين بماء السواد؟ هو الآن يشعر أن الزمان تجمد، أن الزحام الذي يعتري الأفق صار فراغا، وليس على الأرض إلا هما، ويرى وجهها يتبدل، يخلع لونا بآخر، يصنع تقطيبة ثم تتبعها بسمة تتخللها هدأة ووهوم، وسرعان ما يتفجر حزن وتنفلق العين عن دمعة. إنها
محض جنية تتقنع تملك ألف شفاه وخد وعين. تقول له: كيف تبخل عني وأنت كما شاء ربك ترفل في نعمة وثياب معطرة ويداك منعمتان ووجهك يفتر عن شبع وضياء؟ ألا تتأسى لحالي وتجبر كسري؟ وأعطيك وعدي أن أتمنى على الله أن يصطفيك ويكفيك، يعطيك من مال قارون. كان يحدق فيها ويضحك من أسيرته وهو يمسك أذيال خدعتها وأكاذيبها، ثم يسألها: كيف لا تعملين وتجنين قوتك من حر مالك، تنهين عصر التشرد، تغتسلين من الطين من طبقات التراب، وتلقين عنك رداء القذارة والبؤس، تنتقلين إلى النور، تنتشرين على صفحات الحياة، وتنبعثين فتاة تسير دلالا، ويفتر عن فمها أطيب الهمسات، تنامين فوق سرير القطيفة رفقة أشهى الرجال. ألا تستحين من النوم فوق الرصيف وترمقه وتباغته بالسؤال؟ وأنت ألا تتسول مثلي؟ أتحسب نفسك حرا وتلمع مثل الزجاج؟ ألم تمسح الجوخة، تغوي اليتيمات، تحترف الخبث؟ ليس أمامي سوى صنم يتحرك يحسن هندامه ثم يكذب بالابتسام ويطعن كل الخصوم من الظهر، ثم يداهن من يملك البندقية. أعرف بضع ملايين مثلك ينتعل الفرد فيهم حذاء يساوي أجور فريق من العاملين شهورا، ويزنون فوق المدينة ثم ينادون في حلقات البرامج: أين الحكومة من دورها؟ طهروا أرض هذه البلاد من الحشرات، وهم غارقون إلى الرأس في روث الكائنات. فلا فرق بيني وبينك، نحن شبيهان جدا. شكرا. الغروب عبر ثقب صغير توقظني نقطة ماء تفلت من شفة الصنبور وترتطم على السطح تنوي مثل طبول تفزع دفء اللحظة وتشيطن أجوائي. يشغلني كيف تجاوزت الأبواب السدادات إن عطقت مثل خيول فرت من نيران ترعى في خشب حظائرها. وأفكر: من يضمن ألا تنتقل العدوى، ألا تحدث شكة لبوس في الشريان، ويتسرب هذا الدم يخطو حرا وأنيقا في حمرته ملكا للألوان؟ لماذا أنظر في المرآة وأستنكر خلقتها؟ أنا طاغية حقا في داخلي، أمارس سطوتي على الأعضاء فلا ينفرط الماء، وأضع بنودا عند السرة أكتري رجالا لحراسة كتفي من ميلة رأس منتهك بالحيرة، وأحاصر أنفاسي في الغرفة حتى لا يصحو الأموات، ويلتف حولي كعرايا يتراقصن لإغواء النار. أطاوع وسواسي وأعاود إغلاق مفاتيح الأنوار، وأنزع أسلاك الأجهزة لأحكم قبضتي على التيار، وأشرب حتى أتساقط لأحاصر أحلامي وقت النوم. أنا أتحملني منذ سنين وأتحمل هذا الذوبان المر. غريب أمري، ما زلت لدي القدرة حتى أضحك وأعيش وأمنح قبلات ساخنة. بين الحين وآخر تهرب مني
الدمعة تحزنني تتحرر وتفور مثل النقطة حين انفلتت من شفة الصقور. شكرا. شكرا لشاعرنا المتميز دائما استاذ محمد هشام، وشكرا لكم جميعا، شكرا للشعراء، وشكرا للساده الحضور، ونلتقي بكم ان شاء الله في امسيات كثيره.